سلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن نوعية البطاطس اللي انا اقدر اشتريها وتقدري تطلعي منها البطاطس اللي هي الشيبس اللي هي المقرمشة. البطاطس دي اسمها بطاطس تحمير، بتبقى قشرتها زي ما انت شايفة كده فاتحة، دي بتبقى نسبة النشا فيها عالية. البطاطس التانية اللي هي بطاطس الطبيخ اللي اقدر اعمل منها الصواني، تبقى قشرتها غامقة شوية، بتبقى نسبة السكر فيها يعني اعلى من النشا. طريقة حفظ البطاطس دي بقى، عشان انا جبتها اشتريتها اللي هي بطاطس التحمير، طريقة حفظها انا مبحطهاش في التلاجة، في التلاجة النشا بتحول لسكر على طول، انما لو سبتها بره، لو حتى تلاحظي اللي بشتري منه البطاطس بيبقى حاططها بره مفردها كده. فانا لو عندي مثلا سبتها، لو عندي كرتونة، بس تكون كرتونة واسعة في مكان متهوي، ما تكونش مكمورة او مقفولة، عشان البطاطس برضو ما تبص مني بسرعة، بحطها وافردها كده. دي بتفضل تحمير والنشا بتاعتها بتفضل محتفظة بيها. انا جبتها هي البطاطس التحمير دي وحفظتها، عايز اطلع منها بقى اللي هي البطاطس الشيبسي. انا طبعا بقشرها في الاول، بعد كده باخدها على الحوض في طبق زي ده، بغسلها مره واتنين وتلاته، بعد كده بيبقى ده شكلها زي ما انت شايفه. ان شاء الله انا هوريكي ازاي هطلع منها البطاطس الشيبسي. معايا البطاطس اهي، بعد ما صفيتها من الميه بخرطها بقى صوابع او شيبسي زي ما انت عاوزه، بس ان شاء الله هوريكي الشيبسي ازاي تقدري تطلعيه من البطاطس بمكون طبيعي 100% بدون اضافه، يعني اي اضافه ولا تنقيها تاني في ميه، لان انت هتضيعي النشا الطبيعي بتاع ربنا. اهو شايفه السكينه عليها نشا ازاي، نشا طبيعي 100%. انا لما بنقع البطاطس تاني او بتفلها اي حاجه النشا دي بتضيع. انا بمجرد اللي انا بخرطها كده بكون مسخنه الزيت على النار، بنزل بيها على طول، ما بركنهاش كمان عشان ما تغمقش مني. فان شاء الله انا هاخد دي هقليها باذن الله، وهوريك ان شاء الله الشكل النهائي ليها. ده شكل البطاطس بعد ما قليتها، طبعا الزيت كان سخن قوي، نزلت بيها مره واحده، هزيت الطاسه عشان ما تبقاش فوق بعضيها، وبعدين بعد ما مسكت نفسها ابتديت اقلب فيها لغايه طبعا ما اتحمرت معايا وديتني الشكل الجميل ده، زي ما انت شايفه اهي. بصي مقرمشه خالص اهي اهي، وفيها كمان اهي البطاطس المنفوخه اهي اهي، احسن 100 مره من الجاهزه اللي هي عليها مواد حافظه ومكسبات طعم والوان. انت بايديكي هتعمليها في البيت بالطريقه دي، هتضمني بتقعد لتاني يوم مقرمشه زي ما هي كده وعن تجربه. يعني انا عملتها مره وبعدين بيتها لتاني يوم الصبح لقيتها مقرمشه كده، تقدري بقى تديها الطعم اللي انت عايزاه، كاري، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، وطبعا الملح. اتمنى يا رب ان شاء الله تكون الوصفه دي بالنسبه لك سهله ومبسطه ومفيده، وان شاء الله تجربيها.